المحيرسي ودخول اسامه الدراجي والكره تراجية من خيلان الشعليلي الى سمح الدربالي، توزيع من الدربالي بالراس، اسامه الدراجي يسجل. الدراجي يعود للتهديف في المحترفه الاولى لكره القدم منذ الجوله الخامسه. لم يسجل اسامه الدراجي منذ مباراه المستقبل الرياضي بقابس اللي سجل فيها ثنائيه. اسامه الدراجي في رابع اهدافه مع الترجي بعد غياب كبير على نكهة الأهداف. أسامة الدراجي يعود في الدقيقة 71 بكرة من الظهير سمح الدربالي على مستوى التوزيع دون رقابة. أسامة الدراجي بالرأس بسهولة يحط كرة في مرمى قيس العمدوني بعد توزيعة مليمترية من الظهير الدربالي، والدراجي يحط كرة في الشبكة 2-1. تتغير المعطيات، رابع أهداف أسامة الدراجي وبعد